تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان كل على حدة. فقد تقبل جلالته أوراق اعتماد كل من سعادة السفيرة نور اليزان عبد المؤمن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل جلالة السلطان حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام معتمدة لدى سلطنة عمان. سعادة السفيرة هاجر عمر خليفة النامي سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي معتمدة لدى سلطنة عمان. وسعادة السفيرة الدكتورة ليان سوندورز سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث معتمدة لدى سلطنة عمان. Thank you.
وسعادة السفير كريستوف تشيسكا سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير ديرك لولكا سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير راؤول إس هرنانديز سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس فرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين معتمدا لدى سلطنة عمان. سعادة السفير الدكتور محمد علي بوغازي سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معتمدا لدى سلطنة عمان. Thank you.
وسعادة السفيرة فاطمة محمد رجب سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس سامي صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة معتمدة لدى سلطنة عمان. خلال اللقاءات الجانبية مع جلالة السلطان المعظم نقل أصحاب السعادة السفراء تحيات وتمنيات قادة دولهم لجلالة السلطان المعظم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب العماني بتحقيق كل ما يصبو إليه من رقي ورخاء ونماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته معربين عن عظيم تشرفهم وبالغ سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السامي لجلالته مؤكدين على بذل أقصى الجهود للرقي بعلاقات الصداقة لبلدانهم وسلطنة عمان في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني وشعوب دولهم. وقد رحب جلالة السلطان المعظم بأصحاب السعادة السفراء شاكراً قادة دولهم على تحياتهم وتمنياتهم الطيبة مؤكداً لهم على أنهم سيلقون كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني بما يسهل أداءهم لمهام عملهم. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقون العسكريون لجلالة السلطان.